حاجه صغيره كانت عامله، يا رب بخير. معاك دكتور ابراهيم. الفيديو ده اتكلم عن يعني الكورس التحضيري لليو اس ام ال ستيب 1. احنا بشكل عام في يو اس ام ال جيت بنقدم كورسات وخدمات بتساعدك على التحضير لامتحانات اليو اس ام ال ستيب 1 وستيب 2. يعني كورسات تحضيريه، بس كورسات تحضيريه، كورسات تحضيريه ومتابعه وتجهيز لباصوي اليو اس ام ال. انا في الفيديو ده اتكلم بشكل اساسي عن اليو اس ام ال ستيب 1 كورس. يعني احنا طبعا بنقدم كورس، الحمد لله بنقدم الكورسات دي بقالنا حوالي يمكن 10 11 سنه دلوقتي، عاملين نجاح كويس جدا الحمد لله. بالنسبه للستيب 1 فالكورس ده كورس تحضيري وطرح كامل لمنهج اليو اس ام ال ستيب 1. زي ما احنا عارفين اليو اس ام ال ستيب 1 يعني المواد بتاعتها هي مواد البيزك ساينس، ايفن حتى لو المواد دي متقدمه بشكل كلينيكال شويه، ولكن هي ات ذا اند هي مواد البيزك ساينس. يعني فتشمل الفسيولوجي، الباثولوجي، الفارماكولوجي، الاناتومي والامبريولوجي طبعا، البيهيفيرال ساينس، هو البايوكيمستري والمايكرو بايولوجي والامبريولوجي. دول كده مواد اليو اس ام ال ستيب 1، بالاضافه لشويه مواضيع اخرى يعني خاصه ب يعني حاجات كده داخل البيهيفيرال ساينس، بعض المواضيع داخل البايوكيمستري الاضافيه، بعض المواضيع داخل البيهيفيرال ساينس الاضافيه، يعني ايه خاصه بالباسوي او فيري سبيسيفيك للباسوي ده يعني. فاحنا شرحنا في كورس اليو اس ام ال ستيب 1 المواد دي بشكل تفصيلي، كل مواد ستيب 1 شرحناها بشكل تفصيلي، شرحناها بشكل كانك انت ما خدتهاش قبل كده، تمام؟ فروم ذا سكراتش، كانك انت واحد داخل سنه اولى بيه. طيب يعني احنا شرحنا الامر، شرحنا المواد دي ازاي يعني. اول حاجه انا مؤمن جدا ان في مصادر وفي شكل معين لازم الانسان يعمله في التحضير لليو اس ام ستيب 1 عشان يوصل، تمام؟ سواء ده كان هياخد كورس او مش هياخد كورس. فانا الشكل المعين ده هو اللي انا ماشي بيه جوه الكورس. فريق تلاقيني كده في الجزء الاولاني من الكورس شرحت لك السيستم او الموديولز، تمام؟ او الشابترز. فيعني تلاقيني مثلا جيت على شابتر زي الاندوكراين شرحته لك بشكل سيستم، وهو كالتالي شرحت لك الاناتومي بتاعه، الامبريولوجي، الفسيولوجي، الباثولوجي، الفارما. طب ايه ميزه ان انت الشابتر يتشرح لك بالشكل ده يعني؟ اول حاجه لان دي افضل طريقه لفهم المعلومات. يعني انا مديك الاناتومي بتاع الشابتر فانت فهمت الفسيولوجي، ومديك الفسيولوجي فانت فهمت الباثولوجي، ومديك الباثولوجي فانت فهمت الفارما. خلاص كده المعلومات اتربطت في دماغك. ده افضل ما انا اشرح لك الفسيولوجي الاول كده، وبعد 3 4 شهور ارجع اشرح لك تاني الباثولوجي، وبعد كده ارجع اشرح لك الفارما، فالمعلومات بتتنسى. يعني حتى ايفن في شابترز اما بتذاكر الفسيولوجي بتاعها ما بتبقاش محتاج تبص على الباثولوجي على مرور الكرام كده، فارماكولوجي اصلا انت بتبقى عرفته. فاول ميزه ان انا افهم المعلومات اصلا يعني واربطها ببعضها يعني. الميزه الثانيه ان هو اصلا ده نظام الاسئله في الامتحان. يعني انت لما تيجي تسال في الامتحان مش هتسال فيسيولوجي لوحده ولا باثولوجي لوحده ولا اناتومي لوحده، ممكن بالكيس سيناريو اصلا تبقى باصص فيسيولوجي ويسالني سؤال فارما، تمام؟ فانا محتاج اذاكر بالشكل ده عشان ده الشكل اللي هتسال بيه اصلا في الامتحان يعني. النقطه الثالثه ودي من النقط المهمه، ان اهم كتاب على الاطلاق في باسويل يوسيمري هو كتاب الفيرست ايد، متنظم بالشكل ده، تمام؟ فهو الكتاب اصلا مشروح بالشكل ده، فبالتالي دي نقطه مهمه جدا 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 يعني. النقطة الثالثة الرابعة كمان، أنت عشان تكون دكتور كويس لازم تكون مربط الحاجة ببعضها. يعني أنت عشان تستفيد من البيزك ساينس ده كدكتور وتستفيد من العلم أصلا، يعني أنا قلت أول حاجة نقطة الفهم كمان، لكن بس كمان عشان تبقى دكتور كويس هتعتمد على جزء الفهم، وعشان تبقى دكتور كويس لازم أما أجي أذاكر الإي سي جي لازم أكون فاهم الأناتومي بتاع الهارت، لازم أكون فاهم الأرتيلا سبلاي بتاع الهارت عشان أشوف أصلا التشينجز اللي بتحصل في كل ليدز والكورليشن بتاعتها مع الارترز دي ايه. فانا لو ذاكرت اناتومي هارت كويس هفهم اي سي جي كويس، ما ده حاجه كلينيكال، دي حاجه بتساعدني ان انا اكون دكتور شاطر يعني. فعشان كده انا شرحت الجزء الاولاني من الكورس بالشكل ده يعني. وبعد كده تلاقيني شرحت جزء المواد يعني. فاحنا عندنا 10 سيستم تقريبا، يعني 10 سيستم يشمل السايكايتري اللي هو طبعا اندوكراين، ريسبيراتوري، كارديولوجي، وجاسترو، وهيماتولوجي، يعني كل سيستم ريبرودكتيف ورينال ونيورولوجي وماسكو سكليتال وسايكايتري. وبعد كده تلاقيني دخلت في جزء المواد، فتلاقيني شرحت لك البايوكيمستري، شرحت لك البيهيفيرال ساينس، شرحت لك المايكرو بيولوجي والميرولوجي، شرحت لك كمان الجنرال، فاهمني؟ دول كلهم بقى شرحتهم بشكل مواد. ليه؟ لان الحاجات دي ما ينفعش يتعمل لها انكوربريشن كده في جوه السيستم، يعني في اجزاء منها زي الاناتومي مثلا ينفع يتشرح مع السيستم، جزء خاص بالسيستم، بس في اجزاء ما تنفعش، الجروس اناتومي مثلا محتاج يتشرح بشكل تفصيلي يعني.
البارك ميستري مثلا محتاج تشرح بشكل تفصيلي يعني. طيب ده كده تنظيم الكورس يعني. الكورس انا شرحته منين؟ اول حاجه ودي من المميزات الكبيره جدا واتخدى اي شخص ان هو عمل الامر ده قبل كده، انا طبعا شرحت كده مش فيرست ايد بشكل كامل جوه الكورس من الجلده للجلده كده زي ما احنا بنقول بالمصري يعني. ده اي حد على الاطلاق كده ان هو يكون شرح فيرست ايد مجهود، ده مجهود خيالي جدا والحمد لله ما اتعملش خالص في الشرق الاوسط يعني. دي حاجه انا بكلم بيها بتكلم عنها بثقه وبفخر. ليه؟ لان هي فعلا مبذول فيها مجهود جبار الصراحه واول مره تتعمل، ما عملش قبل كده، ما عملش في الملعب، ما حدش شرح كتاب الفريست ايد بشكل تفصيلي ده يعني. اصلا كتاب الفريست ايد ده اهم كتاب ومشكلته كلها ان هو مليان طلاسم كده يعني، في حاجات كتيره جدا موجوده فيه بشكل مختصر، فمحتاج ان انا محتاج حد يعني يمشي لي عليه نقطه بنقطه كده عشان يفهموا لي انا عملت ايه في الكورس. تمام؟ فشرحت كتاب الفريست ايد بشكل كامل جوه الكورس يعني. وبرضه عشان انا مؤمن ان في اجزاء جوه الفيرست ايد اصلا قليله على الامتحان يعني، قليله كمحتوى على الامتحان او قليله حتى كمحتوى على انها تتفهم موجوده بشكل مختصر، فانا بدات ايه الاجزاء اللي هي موجوده بشكل مختصر اشرحها من الكتب بتاعتي يعني. مثلا جيت على البايو كيمستري انا عارف ان هي ديفكتيف وعارف ناس كتير اصلا بتكرهها، فقمت شرحت النوتس بتاعتي. نوتس عبقريه اقل ما يقال عليها. ليه؟ لان هي مش مكلكعه زي المصدر الفلاني ده الكبير قوي قوي قوي، ولا مختصرة زي كتاب الفيرست ايد، ولا بعيدة عن محتوى الامتحان، لا حاجة كده ايه يعني، حاجة كده وسطية يعني، فاهمني؟ فكتاب لطيف خالص هتذاكر منه مش هتحتاج اي حاجة تانية جنب الامتحان ماشي يعني. ما شاء الله حتى احنا منزلين جزء الجيناتكس من البايك ميستري بتاعتنا على اليوتيوب ان شاء الله، واخد مشاهدات يمكن من اخطر السلاسل الجيناتكس اللي واخد مشاهدات في الشرق الاوسط يعني. ف ده بالنسبه مثلا للباك ميستري، لان برضه عملت نفس الفكره في الاناتومي، لان عملت برضه نفس الفكره في الامينولوجي اللي بعد كده الجنرال، لان عملت نفس الفكره في البيهيفيرال ساينس يعني. اي حته انا شايف ان فيها ديفكت في كتاب الفيرست ايد انا شرحت لك المصدر. طيب انت جوه الكورس بقى ما انتش محتاج اصلا تلف وتدور على اي حاجه تانيه، مش محتاج تشوف الفيديو الفلاني ولا تشوف الكتاب العلاني، ده كل حاجه موجوده، بتفتح كتاب الفيرست ايد بتاعك قدامك وتشوف وتبص على المحاضرات، يبقى عندك نوتس كده جنبك وتاخد نوتس وانت بتسمع المحاضرات بتاعتي. تمام؟ يعني مش محتاج تعمل اي حاجه تانيه خالص للامتحان، انا بقولها وبعيدها وبعيد وبزيد اهوت مور ذان انف للامتحان ماشي. مش بس كده، احنا اصلا بنعمل ابديت بشكل مستمر، لان احنا انا برضو عندي ايمان كامل ان الامتحان اصلا محتواه كل شويه بيتغير وبتحدث وبتجدد، فبالتالي بتلاقوني دايما بضيف محاضرات، في محاضرات قديمه بشيلها بحط يعني، في اكتيفيتي كده جوه الموضوع يعني. طبعا كل التفاصيل ديت انت بتاخد، كل النوتس اللي انت بتاخدها يعني. طيب خلاص دلوقتي كتاب الفيرست ايد والنوتس بتاعتنا. طب انا الكورس اصلا مشروح ازاي؟ اعمل ايه في الكورس يعني؟ زي ما قلت لك اول حاجه الكورس عباره عن محاضرات مسجله انا رافعها على الموقع الالكتروني، وانا رافعها الهدف لان كل الناس مش بتقدر تحضر اللايف، او خلينا نقول 70% مش بتقدر تحضر اللايف، او خلينا نقول 80% من اللي بياخدوا الكورسات دلوقتي هم طلبه ماشي يعني، 80% من الناس عندي في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه فهم اصلا طلاب، فبالتالي الجدول بتاعهم الجدول بتاع دراسه الكليه عمره كل الاشكال ما هيتوافق مع الاونلاين يعني. فعشان انا اختصر عليهم الوقت واسهل عليهم الامور سجلنا المحاضرات ورفعناها على الموقع الالكتروني. المحاضرات دي تقدر تدخلها في اي وقت من اي مكان في العالم تمام، باقل باقه نت يعني. احنا عاملين شغل كويس جدا على الموقع الالكتروني بتاعنا يعني التكنيكال سبورت الاي تي بتوعنا عاملين شغل كويس جدا ان المحاضرات تكون اللودنج بتاعها سهل جدا تقدر تدخلها في اي وقت، وكمان احنا بنفتح لك المحاضرات كلها يعني، مثلا يعني مش مثلا بنفتح لك شابتر ونخلصه ونفتح لك شابتر بعده، لا احنا بنفتح لك المحاضرات كلها تمام، وبنديك اكسس على المحاضرات ديت 18 شهر. طب هو الكورس يخلص في قد ايه؟ الكورس اصلا ليه جدول والجدول بتاعه يخلص 7 شهور، لكن احنا بنديك اكسس 18 شهر. فحد يجي يقول لك لا 18 شهر قليل، احنا بنديك انت تعمل اكستنشن لمده 6 شهور، وبعد كده 6 شهور، وبعد كده 6 شهور، وبعد كده 6 شهور، لحد ما يوصل معاك ل 3 سنين يعني، تقدر تسمع في محاضرات لمده 3 سنين. طب احنا اصلا عاملين الميزه دي ليه؟ لان احنا عارفين ان كتير من الطلبه بتستخدم المحتويات بتاعتنا لمذاكره الكليه الى جانب مذاكره المعادله يعني. الناس بتضرب عصفورين بحجر واحد، انا بذاكر للموديولات بتاعت الكليه وبرضه يبقى من ذاكرت للمعادله، احنا حاطين الميزه دي. طيب برضه انا مقتنع ان انا لو اديتك المحتوى قلت لك كده يلا توكل على الله اسمع المحاضرات واعمل الكلام ده كله ممكن ما تعملش الحاجات دي لوحدك يعني، فعشان كده انا واقف على راسك. انا هعمل جروب تليجرام موجود معاك فيه
انا والفريق يعني 24/7 يعني، تمام؟ اي حد بيسال سؤال في اي وقت بترد عليه، اي حد بيسال على نوتس على سؤال مثلا واقف عليه بترد عليه، حرفيا 24/7 يعني الفريق موجود يعني. مش بس كده، عندنا محاضره اونلاين اسبوعيا نقدر نشرح فيها حاجه جديده، نشرح فيها اسئله في الامتحان، فاهمني؟ بنضيف محاضره جديده، بنسمع، بيبقى ليك وقت ان انت تسال في الاسئله اللي واقفه عليك يعني في السطر اللي انت بتذاكره. فالمحاضره ديت كده يعني ايه، بتخليك دايما على التراك، ماشي؟ برضو عشان عارف ان حد هيجي يقول لي طب هو دكتور وانا ممكن ما اقدرش احضر اونلاين ديت، طب اعمل ايه؟ المحاضره اللي بتسجله برضه ترفعه على الموقع، تمام؟ مسهلين الدنيا خالص يعني، الموضوع يعني لطيف خالص يعني والله. فموضوع الاونلاين ده وموضوع الجروب، مش بس كده كمان، كل شابتر عندنا في جدول محطوط في اول الشابتر. انا دايما بقول كده، جدول كده حد الكفاف. انا عامل لك جدول كده يتماشى مع اي حد، انت شغال في نيابه هيتماشى معاك، شغال في وظيفه هيتماشى معاك، بتدرس في سنه اولى كليه هيتماشى معاك. بس انا دايما بقول الجدول ده حد الكفاف، ماشي؟ يعني ده اقل حاجه المفروض تعملها، تمام؟ فبطالب منك انت لو عندك وقت تسمع محاضرات، بفتح لك الاكسس ليه بتاع محاضرات، تسمع محاضرات اكتر، امشي على الجدول بس اسمع كمان محاضرات اكتر يعني. فبالتالي انت يعني انت متحوط كده. كمان في بعد كل شابتر بتلاقي في امتحان، تدخل تحل امتحان كمان في كل في الجدول ذات نفسه. في ايام احنا بنبقى سايبينها لك عشان تحل اسئله الاي اس ام ال وورد، معمول لها هايلايت في الجدول، وكمان احنا عرفناك ازاي تحل اسئله الاي اس ام ال وورد، حلينا معاك شويه اسئله الاي اس ام ال وورد، ما الناس معاك 100% من الاسئله، اللي هيحل معاك 100% من الاسئله ده بيضحك عليك يعني، تمام؟ الاسئله دي لازم تحلها بنفسك، الاسئله دي انت لازم تتهرس فيها كده عشان يعني يعني ثاني اهم حاجه في ستيب 1 بعد الفيرست هو اليو اس ام ال وورلد، هو ده الكويشن بانك اللي هيديك يعني ايه احساس الامتحان، اللي هيديك اللي هيعرف نفسك الامتحان. فبالتالي ده لازم انت لو ما ضغطتش فيه وما حليتش فيه ورحت وجيت عليه كده، يعني بيقول لك اصل انا هحل بشكل كامل، طب انت مش منطقي وانا ما بقولوش اصلا يعني، تمام؟ انا متفاهم ان انا عشان افهم كل شابتر محتاج ان انا يتحل معايا شويه اسئله كده، افهم احل ازاي في الشابتر ده يعني. فاه بحل معاك شويه الاول. النقطه الثانيه، طول ما انا اصلا شغال في المحاضرات تلاقيني بقول لك الحته دي اتسالت في اليو اس ام ال، الحته دي اتسالت بشكل معين، الحته دي اتسالت في اليو في الان بي ام اي، الحته دي جات لزمايلكم قبل كده يعني. انا دايما بسال الناس اللي دخلت الامتحانات اللي سالت لهم، فبالتالي عندنا داتا بيس كويسه عن الحاجات في الامتحان. من المميزات القويه جدا في الكورس عندنا ان هو موضوع الكاتيجوريزيشن، المعلومات اللي انا دايما بذكره ده، تمام؟ فيعني انت لو انت خلصت الكورس 7 شهور، خلاص الكورس تبقى ان شاء الله جاهز للامتحان، تاخد لك شهر شهر ونص مراجعه وبعد كده تدخل الامتحان على طول يعني. لو انت طبعا وقتك يعني الوقت معاك كافي ومش عايز مش عايز تضغط نفسك اصلا الامتحان، انت طبعا زي ما قلت انا دايما ببقى فاتح الاكسس لمده اطول، لكن انا دايما بشجع الناس ان هي تدخل الامتحان في اقرب وقت عشان تيجي بقى معانا تاخد معانا كورس ستيب 2 كمان يعني. طيب ده بالنسبه لي التفاصيل بتاعه الكورس نفسه. مميزات الكورس ايه؟ واحد، اونلاين اوف لاين، بتيجي المحاضرات وفي نفس الوقت انا موجود معاك يعني، انا موجود معاك بشكل بيرسونال، الناس بتتواصل معايا بشكل شخصي، الناس بتبعت لي رسائل وبرد عليها وبنتواصل بشكل شخصي، بنتكلم بشكل شخصي، تمام؟ فموجود معاك، المحاضرات مسجله وموجود معاك كمان المتابعه يعني. اثنين، النظام الوحيد، السيستم الوحيد، تحت الفري ستيت كامل، تمام؟ ده السيستم الوحيد، دي انا هفضل اقول عليها واعيد فيها 1000 مره، ده السيستم الوحيد اللي شرحت الفري ستيت بشكل كامل. في سيستم تاني خالص شرحت الفري ستيت، انا عامل شير كده في الفري ستيت في الفيديوز، وعاملين طبعا احنا عندنا اتكلم يعني طرق الشرح مختلفه يعني، ولكن الفري ستيت مغطي بشكل كامل يعني. النوتس كمان بتاعتنا اللي انت هتحصل عليها ما بتدخل الكورس، بتحل اليو اس ام ال وورلد، فبالتالي المتابعه، نظام المتابعه اللي اتكلمت عنه، فبالتالي انت المفروض لما تطلع عندنا من الكورس تكون خلصت الفيرست ايد، خلصت النوتس بتاعتنا، خلصت اليو اس ام ال وورلد، تمام؟ وفي اخر الكورس خلاص تعمل ان بي ام اي. طب انا هدخل الامتحان امتى؟ اهو جينا بقى لحته الايه؟ الان بي ام اي. فانا لما الناس بحس ان هي جاهزه اقول له ايه؟ خلاص يلا اعمل ان بي ام اي وابعت لي السكور بتاعك وبناء عليه اقول لك احجز امتحان امتى، تمام؟ او انت لو خلصت الكورس، لو خلصت محتوى الكورس خلاص تحجز امتحان، ماشي؟ لو خلصت محتوى الكورس تحجز امتحان على طول يعني، شهر شهرين ثلاثه كده تحجز امتحان يعني. فبالتالي يعني الكورس بيخليك ما انتش محتاج اي حاجه. الحمد لله احنا عندنا طلبه كتير جدا، والفيدباكس دايما بننزلها على الصفحات بتاعتنا، ده طلبه كتير جدا امتحنوا جوه الكورس. فالكورس متناغم جدا، مش ممل، فاهمني؟
شرح بشكل لطيف كده وظريف، تقدر توفق ما بين الكليه وما بين الكورس، لان زي ما قلت انا سايب المحاضرات موجوده معاك تسمعها في الوقت اللي انت عايزه، تسمعها على الظهر، تسمعها بالليل، المحاضرات موجود لها اكسس، وفريق الدعم بتاعنا موجود دايما، المواقع بتاعتنا شغاله بشكل الحمد لله قوي جدا، بقالنا 10 سنين ما فيش مره حد اشتكى ان الموقع في حاجه من اي حته في العالم. كمان يعني وصولية الدعم ده بشكل كويس يعني. طبعا عندنا وسائل دفع موجوده في كل حته في العالم، يعني ايا كان المكان اللي انت موجود فيه في العالم تواصل معانا واحنا هنقول لك انت هتدفع ازاي. يعني عندنا يعني وسائل دفع اي دوله في العالم حرفيا، انت موجود في بريطانيا، موجود في امريكا، موجود في السعوديه، موجود في اليمن، موجود في مصر، موجود في اي حته في العالم، في وسيله دفع تقدر تدفع من خلالها يعني. طب الخطوات ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه انت يعني اول حاجه انت اعرف عننا، اسمع عننا يعني، اسمع معلومات عننا وشوف يعني. خلاص يلا دكتور ابراهيم عايز اخد الكورس، سد رسوم الكورس تمام. تواصل مع الارقام بتاعتنا، ابعت صوره ايصال الدفع، الايميل بتاعك خلال 24 ساعه بتكون متضاف على الجروب، وابعت لك نسخه من الكتب بشكل PDF، بيكون الاكونت بتاعك متفعل اللي موجود عليه المحاضرات، وبيكون مبعوت لك الفيديو الجايدنس اللي انت تمشي عليه جوه الكورس وتبتدي على طول محاضرات يعني. يعني دايما موجودين معاك جوه الكورس، وديت يعني انا دايما حاجه بعتز بيها ان احنا دايما موجودين، حتى لو الوقت ده بتاعنا دايما بالنسبه لنا انتوا اولويه. كده فيديو يعني سريع عن الكورس يو اس ام اس 1، وان شاء الله ننزل لكم برضه فيديو عن يو اس ام اس 2 قريبا يعني. بس عندكم اسئله وعايزين تسجلوا معانا في الكورس، تواصلوا معانا مع رقم الواتساب اللي انا هسيبه في الديسكربشن بوكس، شاروا الفيديو مع زمايلكم. بص فرصه، كورس والله يعني مش طبعا يعني اكيد شهادتك هتكون مجروحه يعني، هشهد لنفسي يعني الحمد لله يعني ايه. الكورس كويس جدا، شرح بيفهم الماده العلميه بشكل كويس، وفي نفس الوقت بيحطك في وضع الامتحان يعني. فاحنا دايما بنعمل يعني خصومات للمجموعات، ولكن يعني اللي ممكن توصلوا تواصلوا معايا ان شاء الله، دي تفاصيل بشكل اكبر. يلا السلام عليكم، التوفيق لكم جميعا.